الخير، مساء العطاء والمحبة الخالصة. توريرت بالنسبة لي انتماء قبل أن تكون مدينة عبور أو مدينة عمل. لم أتخذ توريرت يوما فقط مقر عمل، بل منذ اليوم الأول الذي حطت بي الحافلة في شوارعها تبنتني وتبنيتها. ما احتفظت به عن توريرت منذ عشرات السنين، منذ عقود، هو الصدق، وهو أن الناس عكس ما يفكر فيه الغرباء عنهم، هم صادقون إلى درجة أنهم يقصدونك ليبدون رأيهم فيك سواء كان سلبيا أو إيجابيا. وهذه من السمات التي طبعتني ولم أجدها في المدن، باقي المدن التي سكنتها أو عملت بها. كتبت نصا عن توريرت منذ غادرتها، عنونته بعلمتني السنون العجاف. بالنسبة لي كانت عجاف ليس لأن أهلها ليسوا كرماء، ولكن لأنني كنت أبحث عن نفسي ولم أكن قد وجدتها بعد. إذن عجاف بالمعنى الداخلي وليس بالمعنى الخارجي. هذا النص يحمل من الحنين ما سيعطيكم الفكرة الأساس التي احتفظت بها عن توريرت. قبل أن أقرأه أود ولو متأخرا تقديم الشكر والعرفان وكافة معاني الاعتراف بالجميل لتلميذي الذي تذكرني ولو أنني كنت قاسية معه في الفصل، ومن خلال هذا الحفل قرر أن يكرم اسما كان في حياته مجرد اسم وتحول إلى معنى راقي من الاعتراف المتبادل بالجميل، فأنا أيضا أعترف بجميله وأشكره أمامكم. أول نص سأقرأه هو قصة قصيرة عن مدينة توريرت. ربما سيبدو غريبا شيئا ما لأنه مكتوب في بداية التسعينات، فتوريرت كانت بهذا الشكل. اليوم الحمد لله هي متطورة أكثر. علمتني سنون العجاف. في تلك المدينة القابعة في مهب العجاج، حيث الأطفال يتحولون إلى حشرات بليدة تزحف متنقلة نحو مستنقع التشابه، حيث العيون تنطفئ حتى تصير ثقبا صدئا يفرز صددا صديدا رماديا. هناك تبحث الفتاة في صدرها عن فاكهة تبيعها منذ سن العاشرة، ويحلم الولد بالجورية العجوز التي تأخذ زخم الجسد المضغوط مقابل جرعة من الأمل. في تلك البقعة المبعدة كنت أحاول تلقين الحروف الأبجدية للكرامة مع بعض قواعد الإنسانية الأساس. هناك يلبس الموت الوجوه وتستعصي البسمات على الشفاه، لكنهم يظلون أحياء فهم لا يموتون. هم لا يحبون ولا يكرهون، هم يتوجسون، يبحثون عن قصة يتناقلونها خلف كل وجه جديد، عن صورة يحاربون بألوانها تسطح معالم المدينة، فهم يقتحمون رحمها الناشفة كل مساء من باب المشحون الآتي الخصب المحمل بالجديد. يتراصون على جنبات السبيكة ذلك الشريان الآتي بالحياة لجسد يحتضر،
تلك الرئة الوحيدة التي تتنفس منها الحكاية اللامنتهية للذاكرة الجماعية، لأحياء غارقة في الصمت والسواد ورائحة القادوس. تنشط الأحداث من فم لأذن في طقوس سحرية من الذهول، يستقبلون الشائعة بشكل يغري بخلقها، يغذونها من خيالهم، يربونها كالطفلة، يرعونها حتى تصير لها أجنحة تساعدها على التحليق. والآن ها أنا أرحل عنهم في محطة القطار، الأرصفة مكتظة بالوجوه الفاغرة والحقائب القليلة هزيلة، والعيون تمارس قراءتها اليومية كأجهزة رادار حساسة لالتقاط الحدث من ملامح العائدين أو حتى العابرين لإرضاء رغبة متعطشة للانفلات لقبضة المألوف. أنت غريب فأنت حقل خصب لزرع البذور الممكنة لقصص تزداد إمعانا في اللامعقول كلما كنت مختلفا. تركتهم ينسجون حول رحيلي ما بدا لهم من حكايات، وبدأت أعيد ما علموني في المدة البسيطة التي قضيتها بينهم، أن أمارس هواية الهروب إلى الطفولة حين يغلبني العمر، أن أتوجس النبض الشعب يتقله إحساسه المهين بالإبعاد عن وطن هو في قلبه، أن أهضم بمنطق المتطرف كيف يصير الشرطي عضوا في عصابة بينما يسهر الخارج عن القانون عن حماية الناس، أن أفهم كيف يحتضن العالم الجريمة ويبحث عن تبرير لأبشع الخطايا تحت ضغط الحاجة. تذكرت أن هؤلاء الغلاظ الأفضال انحنوا أمام امرأة كانوا يلقبونها بالأمريكانية، وسرعان ما بحثوا لها عن لقب جديد عندما اكتشفوا أن قلبها مليء بالحب نحوهم، أن هؤلاء المحروق الذاكرة والصورة قادرون على التمييز بين امرأة الإنسان وامرأة سلعة. شكراً أخت سعدية. حبذا لو أخي يوسف.